مساء الخير جميعا، ونرحب بحضورنا الكريم في جمعية وعد حصاد 5 سنوات من الحراك الشعبي. في ندوتنا هاي الليلة قيادات كانت في قلب الحدث، جاءوا ليشاركونا رؤيتهم بعد 5 سنوات من الحراك 14 فبراير 2011. عانى فيها الجزء الأكبر من الشعب البحريني نار القبضة الأمنية، فمنهم الشهيد ومنهم المعتقل لسنوات نعجز عن حسابها، ومنهم المطارد ومنهم المنفي ومنهم المسحوبة جنسيته. واليوم يعاني من تبقى خارج القضبان من القبضة الاقتصادية وشد الحزام برفع الدعم عن المواد الحيوية وغير الحيوية، حيث يتبارى الوزراء في إظهار مواهبهم في تصفير دخل المواطن بحجة الأزمة الاقتصادية، حتى لم يبقى للمواطن ما يحلم به. رحبوا معي بالمناضل والقيادي الأستاذ عبد الجليل خليل، رئيس الدائرة السياسية بجمعية الوفاق، والناشط الحقوقي الأستاذ أحمد حجيري، رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والقيادي والمناضل الأستاذ رضي الموسوي، الأمين العام جمعية وعد. سنبدأ حصادنا هذه الليلة في الجانب الحقوقي مع الأستاذ أحمد حجيري، فليتفضل. شكرا أستاذ. مساء الخير العزيزات والأعزاء. إذا رجعنا إلى الخلف 5 سنوات بالضبط 11 فبراير 2011، يعني تتبدى لنا الصورة الحالية. الأمور كانت أمور يعني مرتفعة، السوق كان عند المرتفع جدا وبدأ يهدأ، ولكن هدوء ليس عادي. كان الفهم واضح في الشوارع، الاعتقالات وفصل الناس من العمل ورائحة الجميع وعدم وجود أي أمان كان واضح. كانت القوة تفعل فعلها ذلك الوقت، والآن أصبح القانون هو الذي يفعل فعله ليأكل محل تلك القوة ليضاعف المسار. طبعا يعود تعود بالذاكرة سنة 2013، دعينا وبعض الحقوقيين وبعض السياسيين من مختلف الأطياف لحضور حلقة حوارية حول حقوق الإنسان. دائما المؤشر في أي بلد عندي هو مدى انتعاش حقوق الإنسان، ويعني الحياة تكون طبيعية ويتصرف الإنسان بكل حرية ويستطيع المعارضة عن بكل أريحية. فتفاعلنا، لأن المدخل دائما لأي مشكلة هو أن تعترف بحق الآخر، وكنا متفائلين. أقل شيء إحنا مجموعة الحقوقيين، ولكن اتضح أن هذا الأمل ولم يكن في محله، وما زلنا نراهن، ولكن الأمل يجب أن يطارد إلى النهاية، وأن نسعى دائما إلى تحقيق يعني مكاسب حقوقية. إذا جينا شنو الحدث طول 5 سنوات، يعني الأرقام تنشر عبر جمعيتنا وعبر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وعبر المؤسسات الأخرى، وهي أرقام يعني فظيعة جدا، ولكن لنرى شنو حجم الدمار الحقوقي الذي حدث خلال فترة 5 سنوات. كان ولا يزال هناك القتل خارج القانون، كان قتل مباشر بالرصاص وبكل الأسلحة بالقوة، وهناك
قتل غير مباشر من خلال يعني استعمال غازات السامة التي يعني بطريقة مفرطة. كان هناك اتفاق قسمي ولا يزال اتفاق قسمي تبدأ من أيام بسيطة إلى أن تتجاوز أسابيع وما زال هذا الوقت موجود يعني لم يتحسن شيء. مداهمات المنازل كانت تجري على قدم الوساط ولا زالت إلى الآن تجري هذه المسألة. التعذيب شكاوى التعذيب كانت التعذيب شديد جدا وأصبح الآن ممنهجا وبطريقة يعني لا تترك أثر مثل ما كان يحدث. يبدو أن تم تدريبهم على طرق أن لا يتركوا الأثر الشديد إلا كنا نحن في لم نشاهد منقطع إسقاط جنسية. والآن في خلال الفترة بدأت يعني خطوات إسقاط الجنسية عن المعارضين وبين المجاهدين تأخذ مجراها. لم تعرف البحرين من قبل الاعتداء على دور العبادة والشعائر ومنذ 2011 حتى الآن نشهد ذلك. شاهدناه واضحا من خلال هدم 38 مسجد والآن نشهده بطريق آخر، إطلاق نار على مسجد في البلامة، إطلاق نار في الهملة. هذه كلها نفس السيناريو شغال من تلك الفترة. انتهاك حقوق العمالة الوطنية كان بطريقة غير واضحة منذ 2011 وحتى الآن لا يزال هناك مضايقات. طبعاً الملف العمالي يعني تبنوه الاتحاد العام لنقابات العمال عمال البحرين واستطاعوا أن يعملوا فيه يعني تطور، ولكن ما زالت هناك قضية التعويض عن الفترات التي وقف فيها العمال. هناك بعض الحالات البسيطة التي تحتاج إلى حل، ولكن هذا يدل على أن ما زالت المشكلة موجودة. التضييق على 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 فضاء الإعلام ككل ووسائل التواصل الاجتماعي ازدادت، بل سجل هناك حالة أشير إليها هي التجسس على مكالمات النشطاء. طبعا هناك بعض القتل في من بداية 2011 إلى الآن ما زال في حوادث غامضة يذهب ضحيتها في حوادث غامضة. على سبيل المثال في عام 2014 حدثت في المطشع اللي هو قتل علي الخيج وأحمد مسجل من المقشى وعلي العكراوي المسترة وعبد الكريم البصري من كرفكان. هذه ذهبوا فيه حوادث غامضة وغيرهم موجودين كذلك. أصبحت عندنا ظاهرة المطاردين الذين يحاولون يفوتون من العقوبة القضائية وما يصاحبها من أثناء تحقيق التعذيب، فأكثر أحداث فعندهم نوع من الرعب فيما يحدث، وبالتالي يحاولون الاختباء والاختفاء، وقد تعرض العديد منهم لتصفية جسدية مباشرة أثناء المطاردة. هناك مضايقة شديدة لنشطاء حقوق الإنسان كما في حالة نبيل رجل قبل هذا الخواجة عبد العزيز السقيس نادي فكين، عندنا غادة جمشير، مريم أخوان وكثير من النشطاء، وآخرهم الشيخ مثم السلمان الذي أوقف عدة مرات وحقق على نشاطه بما يتعلق في حرية المختلفة. هناك ارتفاع في حدة صوت الكراهية وكان مقصود
لفصل شريحة في المجتمع عن شريحة أخرى، وإحداث سوء تفاهم بين وخفت الصوت لأن الكل بدأ يعي، ولكن ما زال تحت الرماد وبما نار مثل ما هو. هذه يحتاج إلى أن نعبر هذا الجسر المؤلم من الكراهية الذي جعل فئة ضد فئة، وهذه ضد يعني طبيعتك البحرينيين، وعرف أن الانضمام تزاوج وانصهار، ولكن شيء دخيل ومقيم دخل على مجتمعنا في مع بداية الأحلام. استهداف للرموز السياسية والشخصيات الدينية واضح، ما لقوا في السجون، عندنا القيادات السياسية موجودة في السجون، عندنا يعني تعقب رجال الدين ومحاولة يعني تقليل من تأثيرهم في الحراك الوطني. هناك استهداف للمجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات، استهداف واضح، قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذا يعني لا يعطي أي مجال لحرية الحركة، بالإضافة يعني تكبيل المؤسسات للكثير من العوائق، ومنها عوائق مالية، و يعني تحد من حركة تلك المؤسسات. هناك استمرار الإفلات من العقاب، لم نسمع وصف أحد عن فترة التسعينات وقماطم التسعينات، ما الطلقاء، بالعكس القانون 56 على 2002 أعطاهم الحصانة اللي يريدونها، وما زال هناك حتى من ثبت يعني تورطه في القتل المباشر وغير المباشر لم يقدموا المحاكمة، وبعضهم لم تقدم أما برئ أو يعني حكم عليه أحكام منهم بسيطة جدا لا تصل إلى ربع الجرم الذي ارتكبه. التجنيس السياسي ما دام موجود، نحن لسنا يعني الإنسان يختار يعني البلد الذي يريد يعيش فيه بما في تحسين وضع، ولكن إذا كان بغرض يعني سياسي لتغيير البنية الديموغرافية لأي بلد، هذا غير مقبول تماما، ولا يأتي من الحق في اختيار البلد الذي يعيش فيه. لاحظنا كثير يعني حتى في مجلس النواب الذي نتعشر فيه أن يكون أقل شيء لا يكون بالغ على الآخرين، نرى فيه ما نسمعه وما نراه يوميا من افتئات على حرية الناس، وآخرها مناقشتهم لاتفاقية السيداو واتفاق ورفعهم قضايا الناس، لأن بس فقط انتقدوا أداءهم أو انتقدوا أداء بعضهم، وبالتالي بدأوا يرفعون قضايا، وهذا لا يجوز بالنسبة ل يعني برلمان، بالإضافة أن شاركهم في صياغة أو في موافقة على قوانين كبلة الحريات وحقوق الإنسان باسم كافة الأرهاب، وهذا غير مقبول أبدا بالنسبة لأداء مرتقب من هيئة تشريعية في أي بلد. طبعاً لاحظنا في نفس يعني تفاقمت المسألة مؤخراً، وهي إصدار أحكام الإعدام، وهذا الشيء يعني كحقوقيين إحنا ضد هذا، لأنه ضد حق البقاء وضد حق الحياة. وهذه يعني عقوبة بشعة نراها، بالتالي يعني ولا تتماشى مع الذوق أو الحس الإنساني المتقدم الآن في المجتمعات المتقدمة، وبالتالي يعني شيء غير مرحب به في المرة، وندعو إلى التخلي عن هذه العقوبة
لأن هناك أكثر من 130 دولة في العالم الآن تخلت عن هذه العقوبة باعتبارها عقوبة قاسية وبشعة. طبعا من الأمور المهمة التي لاحظناها هو يعني التعدي على حقوق الطفل، وهذا شيء واضح بالإضافة إلى حقوق المرأة البراءة عن الكثير في الفترة، سواء بكونها أم أو زوجة أو يعني أخت، تعرضت الكثير من الأذى وتحملت الكثير، بعضهم فقد من أفراد أسرهم، هذا شيء مسعف. حقوق الطفل معروف أن البحرين وقع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1992، وهذه تحدد الاتفاقية سن الطفل إلى 18. أن توقع الاتفاقية ثم تنقضها بخفض السن إلى 15 لأنك تريد أن تحافظ ويعني وتحرك آلة القانون ضد الشرائح، هذه غير مفهومة. العالم يقول لك أن سن الطفل ما هو الحدث إلى 18، هنا يعني يفرقون بين الطفل والحدث الأصغر. إلى أقل من 7 سنوات هو طفل، من 7 سنوات إلى 15 حدث، وبالتالي يتحمل المسؤولية القانونية، مثل ما شفنا في قضية الطفل مزبح إلى ضد من المحاكمة بتهم تمزيق ملابس شرطي، طفل صغير 7 سنوات يعني يعتد على الشيء لا يصدق. الحين أصبحنا نشاهد أن هناك محاكمة للأحداث من 15 و16 و17 وبعضهم حصلوا على أحكام تفوق ال10 سنوات، وآخرهم الطفل أحمد العرب الذي وصل الحكم عليه إلى 130 سنة كان 120 زيدوا على 10 سنوات زيادة، فهذه يعني شيء يعني لا يصدق العقل في هذا العصر. يعني البشرية تتقدم فيه في قوانينكم عملة الحكومة. دائما يسألون أنتم الحقوقيين شو تريدون؟ لا تبغون تتكلمون كثيرا كنت تكون كثير، ولكن لا نعرف ماذا تريدون. نريد من الحكومة أن تفي بتعهداتها، وخصوصا توصيات لجنة بسيوني، نريدها نفذ توصيات مجلس حقوق الإنسان صادر سنة 2012 176 تعهدت ب 158 على ما أظن أن تنفذها، لم تنفذها تعهد هذا أدبي وأخلاقي. نريد السماح لجميع المقررين الخاصين أن يأتوا إلينا هنا ليعلموا الوضع على حقيقته. نريد التوقف عن سياسة القمع وخنق الحريات إبدال حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد. نريد إطلاق سراح جميع المعتقلين ومعتقلي الرأي والضمير. نريد إيقاف أحكام الإعدام وإعادة النظر في القوانين المغلظة والعقوبات والشروع في إصلاح النظام القضائي وتعديل التشريعات المقيدة للحريات. نريد من الحكومة أن تتوقف عن استهداف المجتمع المدني وأن تطلق له الحرية. نريد التوقف عن عقوبة إسقاط الجنسية لكونها تتعارض والحق وحق المواطنة والحق في أن تكون للإنسان وطن وجنسية. نريد إطلاق حرية الرأي والصحافة والإعلام والنشر ووسائل التواصل الاجتماعي. نريد إيقاف التجنيس السياسي. نريد عدم إسقاط الجهاز التشريعي، استقطاب الجهاز التشريعي في إجراءات مقيدة لحرية المعتقد والرأي وحقوق الإنسان. نريد تسوية أوضاع ما تبقى من المحصولين وضمان تعويضهم. نريد الشروع في عملية العدالة الانتقالية وتعويض جميع المتضررين.
هناك أشياء كثيرة نريدها ولكن الوقت لا يتسع. شكرا لتحملكم. شكرا أستاذ أحمد، وهو مضطر أيضا أن يغادرنا الآن، ما راح يكون معنا، فأي أسئلة يعني في الجانب الحقوقي يتحملونها أساتذة الثانية. والآن طبعا بننتقل إلى الجانب السياسي ومع قيادي والمناضل رضي الموسوي، فليتفضل. شكرا، مساء الخير جميعا، ونشكر الأخ أحمد الحجيري أيضا على ما تفضل به. في الحقيقة ورقة العمل عن حصاد 5 سنوات من الحراك الشعبي وما العمل في العام 6، أحاول أن أسلط الضوء على يعني نظرة سريعة بانورامية لأصل أزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، ومن ثم نثير تساؤل مع بعض ما العمل أو عن أفاق المستقبل. لكن دعونا نبدأ بما حدث أمس في مجلس النواب الهوشة. أعتقد أنه يعني ما حصل يعبر عن مرحلة من الانحطاط في الخطاب السياسي وفي الانحطاط في طريقة التعاطي مع بعضهم بعض. يعني سد بوزك، مكسر دروسك، ما بعرف إيش، هذه كيف يمكن لأي إنسان محترم يحترم نفسه أن يتفوه بهذه الألفاظ في مكان يفترض أن يكون فيه، أن هذا المكان هو بيت الشعب وهو يمثل فيه الشعب. هل الهوشة هذه صدفة؟ أم أن نتيجة لخلافات شخصية مع النواب بينهم وبين بعض، أو مع الجهاز التنفيذي لمجلس النواب، أم أن الموضوع مخطط له، أو أنه القصة هي أنه مثل ما نقول زاد الماء على الطحين نتيجة للإحباط المتراكم للأعضاء مجلس النواب، وصاروا لا يستطيعون أن يتحملوا حتى بعضهم بعض نتيجة لهذا الإحباط ونتيجة لعدم قدرتهم على التشريع. وهذا الأمر اللي يؤكد ما ذهبت إليه المعارضة السياسية بأن هذا المجلس غير قادر على عملية التشريع في ظل القوانين وفي ظل الصلاحيات القائمة. إذن يعني يبدو أن هذه الحادثة هي ليست إلا قمة قبل جبل، قمة الجبل، جبل الجليد الذي يعني تعاني من البلاد، وهي قمة الأزمة، لأنه الجبل باقي مترسخ تحت في البحر وفي اليابسة. القسم الأول من الورقة يتحدث عن محطات في الأزمة السياسية. لم يكن 14 فبراير وليد يومه، أعتقد أنه الكل يعرف والكل تابع بأنه هي تراكمات. نحاول أن نرصدها سريعا بعناوين سريعة لكي نكسب الوقت. أولا أنه وبعد التصويت على ميثاق العمل الوطني وصدور الدستور بإرادة منفردة، دخلت البلد في أزمة بعد الانفراج الأمني والسياسي اللي دام سنة واحدة. بدأنا في حوار التحالف الرباعي مع الحكم، تذكرون أنه ما حصل في العام 2003-2004 4 جمعيات سياسية معارضة دخلت الحوار مع الحكم، ممثلا في وزير العمل الأسبق الدكتور مجيد العلوي، وانتهى إلى لا شيء بافتعال قضية لقاء جمعية الوفاق مع أحد الدبلوماسيين إلى آخره، وبالتالي انفض المولد. إجا أثناءها وبعدها المؤتمر الدستوري اللي عقد مجموعة من الدورات وأصدر مجموعة من الوثائق
وكان حريص هذا المؤتمر في دوراته على أن وخاصة بعد أخذ الاستشارات التي يعني قام بها وتوجه بها مجموعة من الشخصيات القانونية والحقوقية اللي شاركت الجمعيات السياسية الأربع بأن يجب أن يكون هناك هيبة للدولة. وأعتقد أنه هذا المؤتمر انتهى مع المشاركة أو إعلان القوى السياسية الأربع مشاركتها في انتخابات 2006 وموافقتها على قانون الجمعيات السياسية قبل ذلك، وبالتالي دخلنا في منافسة الانتخابات ودخلتها المعارضة مشتتة، يعني لم يكن هناك قائمة لهذه المعارضة ولم يكن لها برنامج موحد. فازت الوفاق ب 17 مقعد زائد واحد ولم تفز باقي القوى المعارضة لا وعد ولا غيرها. نحن بالنسبة لنا الموضوع معروف في قصة تجير الأصوات وما حدث لمجموعة من المرشحين وعلى رأسهم المرحوم المناضل عبد الرحمن النعيمي والدكتور منيرة فخرو وسجين الرأي والضمير إبراهيم شريف السيد، بل أنه بعض الدوائر حدث فيها منافسات بين أقطاب المعارضة مثل ما حصل في مدينة عيسى وفي أيضا في النعيم، وهذا يعبر عن عدم نضج للمعارضة في طريقة تعاطيها أيضا مع إحدى المفاصل الأساسية في في 2010 تكرر المشهد، ولكن مجلس 2010 لم يطول كثيرا فقد قررت جمعية الوفاق الانسحاب من هذا المجلس أو تجميد عضويتها، وبالتالي دخلنا وكان على أعتاب وبدء الربيع العربي اللي تفجر في تونس وأنتج هروب الرئيس التونسي زين بن علي، ومن ثم الوصول إلى حسني مبارك الذي أيضا أجبر على الاستقالة في أو التنحي في يوم 11 فبراير 2011. كانت مقدمات الربيع في البحرين هي دعوات شبابية كما يعلم الجميع، وأعتقد أنه كان التوجه أن يكون يوم 14 فبراير مدروسا وهو يصادف يوم التصويت على الميثاق، وكانت المجاميع الشبابية متقدمة الصفوف في هذه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقت بها الجمعيات السياسية المعارضة بعد ذلك. نحن قررنا في جمعية وعد المشاركة في هذه في يوم 12 فبراير بقرار من اللجنة المركزية، ومن ثم بدأ هذا الحراك الذي تفجر في 14 فبراير واستمر حتى وصولنا إلى مرحلة السلام الوطني ودخول البلاد الحل الأمني. النقطة الخامسة هي الاتصالات والعلاقات مع الجانب الرسمي. حقيقة في هناك يعني جدل وبعضها يصل إلى يرتقي إلى مستوى الاتهامات بأن المعارضة السياسية لم تقم بواجباتها وأنها كانت متلكئة في مسألة الحوار ومسألة التواصل مع النظام السياسي، والحقيقة هي غير ذلك، لأنه بعد الانقضاض الأول على الدوار في 17 فبراير حسب ما أذكر حدث اجتماع ماراثوني مطول بين أقطاب المعارضة في منزل المناضل إبراهيم شريف، جلست من الساعة تقريبا 9 صباحا ولم ننتهي حتى منتصف الليل، وكانت في تواصل في واتصالات مع سمو ولي العهد ومع موفدين من سمو ولي العهد، جون إلى مجلس إبراهيم شريف ونحن مجتمعين، وكذلك ذهب بعض أقطاب المعارضة للقاء وفد أو ولي العهد لمحاولة للوصول إلى تفاهمات بأن يرفع الحصار عن الدوار ويرجع الناس إلى دوار مجلس التعاون المشهور بدوار اللؤلؤة، وهذا الذي حصل يوم 19
فبراير عندما عاد الناس إلى الدوار واستمر إلى يوم 16 مارس كما أسلفت الحديث. كان يقال لنا أنه إحنا كنا متلكئين، ولكن عندما دعا ولي العهد يوم 1 مارس إلى أن تقدم الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مرئياتها، كانت القوى السياسية المعارضة هي أول من قدم مرئياته. خلال 48 ساعة سلمنا ديوان ولي العهد مرئيات المعارضة يوم 3 مارس. إذن بين 1 مارس إعلان أو طلب ولي العهد إلى 3 مارس كان 48 ساعة وأقل، وبالتالي يعني لا أعتقد أنه هذا لوم يوجه إلى المعارضة السياسية. وأيضا مع ذلك كان يوم 12 مارس هو يوم فاصل بالنسبة لنا، كنا مجتمعين مع وفد ولي العهد الذي جاء وسمى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد أنه رئيس وفد ولي العهد للتفاوض مع المعارضة. هذا يوم 12 مارس الساعة 1 ظهرا، وبعد ذلك تم التفاهم بأن يذهب وفد الذي كان مكونا من الرئيس مجلس التنمية الاقتصادية والدكتور مجيد العلوي والمستشار يوسف خلف مستشار لدى وزير ولي العهد ورجل الأعمال جميل المتروك. وقيل لنا نحن ذاهبون إلى لنصيغ ونرجع لنوقع على الوثيقة. في هذه الأثناء ونحن ننتظر سمعنا عن مبادرة ولي العهد تطلق من خلال التلفزيون وتنشر من خلال وكالة أنباء البحرين بنا، وهذه الأثناء أيضا جاءنا بشكل مفاجئ وفد تجمع الوحدة الوطنية وقيل لنا أنه إحنا كنا مارين مني قلنا نجي نسلم عليكم، فقعدنا اجتمعنا معهم لمدة طويلة جدا استمرت بعد دقائق من مغادرة وفد ولي العهد إلى ساعة متأخرة من الليل، حتى وصل إلينا خبر بدء طلايع قوات درع الجزيرة بعبور جسر الملك فهد ودخولنا إلى مرحلة بعدها هي مرحلة السلام الوطنية اللي أعلن يوم 16 مارس. وأعتقد الجميع يعرف أنه هذا الإعلان السلام الوطني يعني تقويض الحل السياسي والحل مكانه الحل الأمني، لندخل بضغوطات دولية بأن وافقت القيادة على أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق رأس السيد بسيوني، بدأت عملها في بعد أبريل أو في مايو يمكن بدأت عملها، وكان هناك ضغوطات شديدة جاءت كلهم تقريبا من أعضائها من القضاة المعروفين، وقدمت تقرير إلى القيادة السياسية في احتفال علني بث مباشرة على التلفزيون يوم 23 نوفمبر، وأعلن من خلالها السيد بسيوني توصياته اللي أولها تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ التوصيات مشكلة من الحكومة والمعارضة، ولكن تم تجاوز المعارضة بأن تم دعوة بعض الأفراد كأشخاص وليس كقوى سياسية، وبالتالي حدث ما حدث وتم تجاوز هذه التوصيات. وفيما بعد سمعنا بأن الحكومة تقول أننا يعني أنجزنا كل التوصيات نفذناها وأصلا تجاوزناها كثيرا. ومن ثم يعني في هذه الأثناء جاء الحوار الوطني، ولكن قبل ذلك يعلم الجميع أن هذا المكان تعرض للحرق مرتين يوم 12 مارس 2011 والمرة الثانية يوم 18 مارس، وتم تشميع مقري الجمعية وتجميد عملها بعد أن أصدرت الجمعية بيان 3 أبريل، واستمر التجميد حتى 18 يونيو 2011، ومن ثم الشروع ودخولنا في الحوار الوطني اللي انسحبت منه في اللي بدأ مطلع
يوليو 2011، ومن ثم انسحبت منا الوفاق بعد الجلسات الأولى، واستمرنا احنا كجمعيات سياسية أخرى حتى نهاية هذا الحوار، وأعلننا فيه في نهاية أصدرنا بيان عدم تحملنا مسؤولية تبعات ما يصدر عنا، لأن هذا الحوار لم يكن حوارا جادا ولكنه كان جلسة حفلة للعلاقات العامة مطولة استمرت من بداية يوليو حتى نهايته. في هذه الأثناء قدمت المعارضة مجموعة من المبادرات، وأنا الحقيقة جاي أجيبها في تسلسل تاريخي كل ما حصل. أولها كان يوم 12 أكتوبر عندما أصدرت وثيقة المنامة، وأصدرناها أطلقناها من هذا المكان بمؤتمر صحفي، وكانت تتركز في 5 نقاط رئيسة: حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، ومجلس نيابي كامل منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، ودوائر انتخابية عادلة، وأمن للجميع، وسلطة قضائية كاملة الصلاحيات ومستقلة ونزيهة قادرة على أن تضع مسافات بينها وبين الآخرين من السلطة. في نوفمبر 2012 أصدرنا وثيقة لا عنف، كانت توجه هناك تهم متواصلة نتيجة للتحريض الذي كان يمارسه الإعلام ضد المعارضة وبث خطاب الكراهية. توجهنا إلى مبادرة هي مبادرة لا عنف، أصدرنا هذه المبادرة في نوفمبر 2012، وطالبنا من الجميع أن يقدم ملاحظاته، كما سبق وأن قد طالبنا أكثر من 50 مؤسسة وجهة سياسية بما فيها الموالاة بأن يضعوا ملاحظاتهم على وثيقة المنامة. الحقيقة تلقينا بعض الملاحظات، ولكن من الموالاة لم نتلقى أي شيء. في 2013 في فبراير 2013 10 فبراير انطلق الحوار الوطني الثاني بعد مراسلات عديدة بيننا وبين وزير العدل الذي كان مسؤولا عن متابعة شؤون الحوار، وتوقفنا عمليا أمام تعريف المستقلين الذي جاء في الأمر الملكي لإطلاق هذا الحوار، ولكن بدأنا يوم 10 فبراير ودخلنا في متاهة الآليات، ولم ينتهي هذا الحوار حتى نهاية السنة حيث تم تعليقه. مطلع بداية 2014 أيضا لاحظنا زيادة منسوب بث الكراهية والتحريض عليها، فبادرنا وأصدرنا أيضا وثيقة سميناها ضد التحريض على الكراهية، وهذه التي طبعا أصدرتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، كنا نطالب فيها بلجم الاندفاع، وخاصة الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، بحيث نعزز من قيم الوحدة الوطنية ونعيد اللحمة إلى هذه الوحدة، وكذلك نحافظ على النسيج المجتمعي وعلى المكونات، ونتوقف عن عملية الازدراء. في أيضا في مطلع 2014 كان في هناك حركة مفاجئة بعد ما توقف حوار 13، وكان هناك اللقاء بين سماحة الشيخ علي سلمان وسمو ولي العهد، والذي يعني تم إعلانه وبثه في التلفزيون وإلى آخره، ولكن يبدو أنه هذا اللقاء أخذ منحة بعد ذلك بأن يكون الحوار واللقاءات تكون ثنائية. أصر الجانب الرسمي على أن تكون مع الوفاق، ونحن أصرينا والوفاق أصرت على أن يكون مع المعارضة، وتوافقنا على أن تكون الوفاق هي من يمثل المعارضة، على أن نتفاهم ونتفق على كل الخطوات وكل ما سيناقش في اللقاء الرسمي. هذه استمرت حتى وصلنا إلى وثيقة الأعيان، ما يسمى بوثيقة الأعيان، التي أطلقت من ديوان سمو ولي العهد، وأيضا هذه كانت مجموعة من النقاط المبهمة، وأعتقد أن هي كانت مقدمة
للإعلان عن وكأنما يراد من القوى السياسية المعارضة مقاطعة الانتخابات في 2014، وقد قاطعنا وأعلنا أيضا مقاطعة الانتخابات في 2014، فاستمرت الأزمة السياسية حتى يومنا هذا، لأنه الحل الأمني حل مكان الحل السياسي، وانتفى الحوار الجاد في حوارين وفي لقاءات وتواصلات واتصالات، لم تكن هناك حقيقة جدية من الجانب الرسمي للخروج من هذا المأزق. القسم الآخر هو ما العمل الآن؟ ما هي آفاق العمل المستقبلي؟ أنا أعتقد في ضوء ما تمر به المنطقة من تداعيات كبرى ومن احترابات في العراق وفي اليمن وفي سوريا وغيرها، وفي ظل استمرار الإرهاب ضربه في المملكة العربية السعودية وفي الكويت وآخرها في منطقة الإحساء، أعتقد نحن بحاجة ماسة لتمتين وتعزيز الوحدة الوطنية، لتكريس وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وإلى آخره. فهناك مجموعة 10 نقاط سريعة أذكرها. أولا كمتطلبات لهذه المرحلة العودة لروح ميثاق العمل الوطني. أنا أعتقد أنه ميثاق العمل الوطني هو أهم وثيقة توافق عليها البحرينيون، أجمعوا عليها حكما وشعبا، وبالتالي يجب إعادة إنتاج هذه الوثيقة والجلوس ومعرفة والدخول في الكثير من عناصرها الرئيسية في ظل الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة. نحن بحاجة ماسة اليوم لأن نقوم بعملية تدوير الزوايا. يجب علينا أن نفكر مليا في هذا البلد الصغير الذي المحاط بكثير من الأزمات الإقليمية، والذي يعاني أصلا هو من أزمة سياسية مستفعلة، وكذلك تناسل للأزمات المعيشية والتي سيتحدث عنها الأستاذ جليل بعد قليل. نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية، والسير على في النقطة الثانية هذه على طريق العدالة الانتقالية. وأذكر أنه جمعية وعد أصدرت كراس في نهاية 2005 اسم العدالة والمصالحة الوطنية في مملكة البحرين. قدمنا هذا الكراس إلى الدواوين الثلاثة، ديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد، وقدمنا فيه مشروع حقيقة. وبعد ذلك يمكن بسنتين أو ثلاث تداعت 13 جهة سياسية وحقوقية وأهلية ونقحت في هذا المشروع، وقدم هذا التحالف أيضا مشروع للعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة الوطنية، لأننا نجد أن المسائل قاعدة تتراكم. وأيضا نحن في جمعية وعد أعدنا إنتاج هذا المشروع في الحوار الوطني الأول في 2011، وقدمناه لكي يكون قاطرة للمصالحة الوطنية ولمرحلة انتقالية، ولكن يبدو أن ذلك لم يحصل، لم ينصت لنا أبدا. النقطة الثالثة في الآفاق المستقبل تشديد الخطاب السياسي ولجم خطاب الكراهية الذي يسود، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال لجم الإعلام، لجم هذا ما يجري حاليا. حقيقة صار له الآن من 5 سنوات في هناك ازدراء بالمعارضة السياسية، ازدراء بمكون رئيسي، ازدراء بمن يعارض، وهناك إسفاف في هذا الخطاب. لاحظنا كما قلت في بداية الحديث ما جرى في مجلس النواب، كذلك التوقف عن وصف المعارضة بتبعيتها للخارج. هذا اتهام باطل، وهو ليس جديد بالمناسبة على المعارضة في البحرين. في الخمسينات قيل الإنجليز كانوا يقولون أن الشملان هندي لأنه مولود في الهند، لأن والد سعد الشملان كان منفيا في الهند وتزوج وجاء بعبد العزيز الشملان. كان يقال بأن عبد الرحمن الباكر قطري،
كان يقال للسيد علي كمال الدين بأنه عراقي لأن أبوه جابه بينما كان يدرس في العراق، وهكذا كانت توجه التهم، وفوق كل ذلك كانت توجه التهم لهيئة الاتحاد الوطني بأنها تابعة إلى النظام الناصري في مصر. النقطة الرابعة هي الاستفادة من برامج وخطط دول الجوار. أعتقد الكل سمع يوم أمس بأن الشيخ محمد بن راشد يعني استحدث 3 وزارات في تعديل وزاري، الشباب جاب واحدة جميلة حلوة صغيرة تأخذ أمور الشباب، وكذلك أنتج وزارة للسعادة، وزارة الدولة للسعادة، ووزارة الدولة للتسامح. أعتقد أنه هذه بغض النظر عن تقييمنا الأول لها، ولكن هذه تعبر عن حالة أو عن حاجة ماسة لهذه المنطقة بأن يكون فيها قدر كبير من التسامح وقدر كبير من السعادة التي يفترض أن تتمتع فيها. وكذلك يجب الاستفادة من برنامج المناصحة الذي كانت تقوم فيه أو تزال تقوم به المملكة العربية السعودية، وبغض النظر عن تقييمنا لهذا البرنامج، ولكن ما كانت تقوم به أن الإرهابيين عندما تعتقلهم وتزج بهم في السجن تقدم لهم مناصحات وتفرج عنهم، فشلت في مواقع ونجحت في مواقع، فشلت في مواقع بمعنى أنه جزء مهم منهم هرب وراح واصل جهاده في الخارج، وجزء منهم قام بعمليات تفجير إلى آخره. إذن نحن أمام هذه الحالة. النقطة الخامسة هي إحداث الانفراج الأمني والسياسي الضروري من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، خاصة ونحن نسمع شنشنات بأنه ليس هناك معتقل رأي وضمير في البحرين، وأعتقد أن هذا يعني رد عليه بعض الكثير من المغردين، ومن ضمنهم نائب رئيس اللجنة المركزية الأخ عبد الله جناحي سأل وزير الخارجية طيب ماذا قام به إبراهيم شريف والشيخ علي سلمان من عمليات إرهابية إن لم يكون سجينا رأي. النقطة السادسة هي يجب وقف المنتفعين والمنافقين والمنتفعين من استمرار الأزمة السياسية، ولأن هؤلاء هم يصبون الزيت على نار الأزمة. النقطة السابعة إشراك المواطن في إدارة أمور البلاد بطريقة تعبر عن عصرنا وعن ديمقراطية حقيقية. 8 إعادة الاعتبار للحوار الجامع، لأن بغير الحوار الذي تنادي به القيادة السياسية في كل العالم في سوريا وفي مختلف الدول، فنحن أولى بأن يكون لدينا حوار جدي وقادر على إنتاج حلول متوافق عليها. النقطة التاسعة هي احترام الرأي والآخر، والحقيقة علينا أن ننصت لكل من ينتقدنا. نحن في المعارضة نطالب بحرية الرأي، حرية الرأي والرأي الآخر. من ينتقد أداء المعارضة يجب ألا نمارس عليه أي خصومة، ونطبق عليه قول الإمام أبي حنيف النعمان إنه هذا رأينا ومن أتى بأفضل من قبلنا. أعتقد أننا بحاجة بالفعل إلى قدرة هائلة لتحمل الآخر، فإذا كنا نريد ونطالب بحوار سياسي جامع مع النظام فأولى بأن نستمع إلى بعضنا البعض ونستمع إلى كل الشرائح المجتمعية بغض النظر عن كون أفراد أو جماعات. النقطة الأخيرة والعاشرة، أعتقد نحن بحاجة، وهي دعوة للنظام، بأن يضع كل وثائق المعارضة على الطاولة ويناقشها، ابتداء من وثيقة المنامة وانتهاء بوثيقة المبادرات أو المرئيات التي قدمتها في الحوارات التي كانت سواء كان في 2011 أو 2013 أو 2014، وشط ما لا يصلح وما لا يتوافق عليه في هذه الوثائق لنصل إلى تقاطعات في منتصف الطريق ونسير ببلادنا إلى بر الأمان. وشكرا لحسن إنصاتكم.
وفيت وفيت صراحة. إيه؟ تذكرنا بالماضي الجميل. هلا مع الأستاذ المناضل عبد الجليل. الله يخليك. وراح نتطرق إلى الأزمة الاقتصادية على أساس إن الاقتصاد يصير تحت أبعاد. سعد الله مساءكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحاول أكيد في آخر الوقت، ما بحاول أطول إن شاء الله، أحاول بس أمشي فلاشات بس، يعني رغم أن المسألة معقدة شوية وتحتاج لأرقام ومخمخة، لكن نبدأ بسرعة شوي. طبعا أنتم تعرفون أن الأزمة الأخيرة بدأت في فبراير 2011، وخصوصا الستة الأشهر الأولى مع قانون السلامة الوطنية وما حدث فيها من انتهاكات سجلها تقرير السيد بسيوني وما انعكس ذلك على الوضع الاقتصادي في البلد. من هنا جاءت مبادرة دول مجلس التعاون، لأن البعض يعتقد أن الجزء الكبير أو السبب الرئيسي من الأزمة السياسية في البحرين هو اقتصادي، هو فقر، هو عدم وجود وظائف، وبالتالي المساهمة في دعم البحرين على هذا في هذا الصعيد ممكن يخفف المشكلة السياسية أو المشكل السياسي ويبدأ يفتح آفاق. وبالتالي في اتفقت دول الخليج في 2011 على تخصيص 10 مليار دولار. طبعا قطر ما انضمت إلى الاتفاقية، في التالي نتحدث عن 7500. وكان تم تحديد الأولويات لهذه المنحة أن تركز على الإسكان، المعروف أن البحرين فيها أزمة إسكانية خطيرة، ثم الطرق والكهرباء والخدمات، التعليم والصحة. والملفت الجيد أنه هناك جهة ممثلة لدول مجلس التعاون وجهة مراقبة أيضا لكيفية صرف هذه الأموال على المشاريع. طبعا كل قطاع كما هي الأرقام أمامكم، في كل يعني على الأقل الإسكان حصل على 33% من مجموع ما تم إنفاقه، الكهرباء والماء حصلوا تقريبا في حدود 15%، الأشغال 13%، المواصلات 12%، ثم تأتي الأرقام الأخرى، أرقام بسيطة، تعليم 2، الصحة 3%، يعني أرقام متدنية. هذا جزء من النسب الموجودة أمامكم. لكن بالتأكيد أن هذا أنا أتحدث عن الاقتصاد الآن، أبو محمد تحدث عن السياسة، والأستاذ الحجيري تكلم عن الانتهاكات، أنا أتكلم عن الاقتصاد وتأثر الاقتصاد مع الأزمة. لا شك إذا كنا نتذكر أن هناك الاقتصاد البحريني وهناك الموازنة، الموازنة البحرينية لم تتأثر على اعتبار أن أسعار النفط كانت أعلى من 100 دولار في 115 إلى 120، وبالتالي الموازنات كما ستلاحظونها لم تتأثر، العجز كان عجز دفتري يعوض مع نهاية السنة بعد حصول أرقام النفط، وبالتالي الموازنة كانت سليمة. لكن الاقتصاد ضعيف على اعتبار أن الاستثمار خرج، عدم وجود استقرار. وبالتالي تلاحظون اللون الأحمر، لو تلاحظون المشاريع كان في الموازنة 2011 928 مليون، لكن الحكومة لم تصرف من الموازنة على اعتبار أن هناك الأرقام التي كانت تتوقع أن تأتي في 2011 من المارشال الخليجي. كذلك في 2012 كان في حدود 1.2 مليار، الفعلي هو 757 737، 2013 الفعلي هو 476، هاي كلها أرقام فعلية مش توقعات، 2014 كان الاعتماد 825، بينما الفعلي هو 448. فاستطاعت هذه المنح الخليجية لأنها تركز على المشاريع التنموية، الإسكان والطرق والصحة، خففت العبء الأكبر عن موازنة الدولة. وبالتالي سؤال يقول لولا وجود هذه المنح أين كان اقتصاد البحرين سيكون؟ أكيد لا شك في مرحلة خطرة. ولذلك تلاحظون في موازنة 2011-2012
بقارنها مع موازنة 2015، الإيرادات النفطية كانت في حدود 3 مليار 2.8 في 2011 و 2.9 في 2012. لو تقارنونها مع موازنة 2015-2016 تحكي عن 1.8، يعني مليار واحد راح بسبب هبوط أسعار النفط. وهنا يجي تأثير الموازنة مع تأثر الاقتصاد، وبالتالي دخلت البحرين مرحلة خطرة. أمامكم 2015، أنا أتكلم بسرعة اعذروني لضيق الوقت. لاحظوا الإيرادات عندكم والمصروفات كذلك. الشيء الملفت أن العجز مليار ونص في 2015 و2016، ولا شك أن رقم التعادل، رقم سعر البترول التعادل هو يصعد إلى 130 دولار، وهذا مصيبة. الآن سعر البترول في حدود 30-35، وبالتالي أن تتعافى الموازنة، موازنة الدولة أصبحت شبه مستحيلة، خصوصا الآن يعني سعر النفط كان في دول الخليج لمجرد أن يحدث حدث طارئ ترتفع أسعار النفط خوفا على مواصلة ضخ النفط لدول الاستهلاك. ولكن في هذه المرحلة التي نعيش فيها حدث داعش لم يؤثر على أسعار النفط، ظلت في انخفاض. التوتر بين إيران والسعودية أيضا لم يؤثر على ارتفاع أسعار النفط، لذلك ذهب الخبراء بأن أسعار النفط ستبقى هابطة لأكثر من ربما أكثر من 5 سنوات، إلا أن يحدث حدث طارئ وتوافقات. هذا أسعار النفط مقارنة البحرين مع دول الخليج. البحرين هي الأعلى في سعر التعادل. هذا السلايد من يراوينا على الأقل الاحتياطي مع الريزيرف مع الإنتاج. البحرين طبعا حسب الأرقام الدولية يعني يتكلمون عن كم 5-6 سنوات يخلص الاحتياط. أكيد في طبعاً هاي توقعات، بس أكيد توقعات يعني تشاؤمية، لأن حقل النفط بسيط في البحرين قياساً بدول الخليج الباقية. لكن اللي يهمنا الآن الوضع الاقتصادي الموجود المرحلي، لا شك هو عبر التصنيف الائتماني يقع في مرحلة خطرة. البحرين أمامكم تقريباً 55 نيجاتيف موجودة أمامكم. إذا تروحون على العمود الثاني في اللون الأخضر واللون الأصفر واللون الأحمر. اللون الأحمر هو الانهيار، اللون الأصفر ما قبل الانهيار. البحرين في آخر طبقة من طبقات اللون الأخضر اللي هي 55، وبالتالي هي ما قبل الدخول في مرحلة الانهيار. وهذه طبعا من 3 مؤشرات، ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش. طبعا هذه أرقام 2016. في ظل هبوط أسعار النفط، ما هي الخيارات الموجودة أمام متخذي القرار في البحرين اقتصاديا أتحدث، في ظل تقلبات أسعار النفط وهبوطها وتعثر الاقتصاد؟ لا شك البند الثاني في الموازنة هو بند الإيرادات غير النفطية. كان يتوقع أن الموازنة أو الحكومة تخطط اليوم الأسود، وهذا الحديث طرح من مسؤولين ليست المعارضة فقط، مسؤولين داخل الحكومة أيضا. كان دائما الحديث عن الحاجة لوزارة التخطيط، الحاجة إلى تخطيط، الحاجة إلى الاستثمارات، والحاجة إلى وجود إيرادات غير نفطية. وعلى هذا الأساس في 2006 تم تأسيس شركة ممتلكات القابضة، وأعطيت 37 شركة من ألبا، طيران خليج، الام بي بي، ونازل الفورمولا، 37 شركة. بعضها يعني ساهمت فيها 100%، وبعضها 50%، وبعضها تحت 50%. كان يفترض أن تقوم شركة ممتلكات، وهي الدراع الاستثماري، الدراع الذي يستطيع أن يرفع موازنة الدولة، ولكن مع الأسف بعد 10 سنوات الإنتاج، يعني هذا سؤال أمامكم تقدم به وزير المالية في 10 نوفمبر 2015. ثلاث يعني قسم
مساهمات الدولة في ثلاث فئات. الفئة الأولى أمامكم هي تحتفظ بإرادتها لتغطية مصروفاتها التشغيلية، وهذه من غرفة البحرين وهيئة الكهرباء والماء وديوان الرقابة المالية ونازل إلى بنك البحرين للتنمية، أنا ما بوقف عنده يعني. القسم الثاني هناك بعض العوائد من مثلا شركة القابضة للنفط والغاز، هو هذا رقم ما يتغير، 56 مليون، وبعضها. بس اللي يهمني شركة ممتلكات، لأول مرة يقر وزير المالية في كتاب مكتوب أن إيرادات شركة ممتلكات لخزينة الدولة صفر. في كل المراسلات، في كل اللقاءات، في كل قبل كان دائما فيها نوع من الابتعاد عن الدقة، كم تقدم شركة ممتلكات لخزينة الدولة؟ الآن يقر أن صفر التي تقدمه صفر من الإيرادات، بحجة أن الإيرادات غير كافية وتستخدم كما هنا موجود تصريح للرئيس التنفيذي السيد محمود الكوهجي أن شركة ممتلكات أعلنت عن أرباح، أن ألبأ صافي الأرباح كان فيها في 2014 96 مليون دينار، بتلكو 17 مليون 7، بنك البحرين 24 مليون، طيران خليج بعد الخسائر المتتالية استطاعت أن في 2014 تعطي ربح صافي في حدود 16 مليون. لماذا لم ترحل هذه الأرباح إلى خزينة الدولة؟ يجيب أن هذه الأرباح ستوزع على بعض الاستثمارات الداخلية والقروض ومعالجة بعض العجز في الشركات الأخرى، وتحدث أنه تتحمل شركة ممتلكات تكاليف الفورمولا 1، وتحملنا خسائر طيران خليج بمبلغ قدره 475 مليون دينار منذ 2006. تصور شركة ممتلكات تعطي طيران خليج 475، كم قدمت حكومة البحرين لشركة طيران خليج؟ أنا مو مع، أنا من 2006 لما كنا في المجلس أنا ضد حل شركة طيران خليج، مع إصلاحها نعم، هي طيران الشركة الوطنية الناقلة الوطنية، لكن كانت بحاجة إلى إصلاح. تصوروا قدمت البحرين ما يعادل 900 مليون دينار لدعم شركة طيران خليج، والنزيف ما زال مستمر. هذا الخيار الأول، هل لدى الحكومة ومتخذي القرار إيرادات غير إيرادات النفط؟ المعروف الآن إيرادات النفط بلغت 86% من الإيرادات الميزانية أو الحكومة. الخيار الثاني هو الاقتراض، وهو ما يعمل به الآن، ولكن هذا الاقتراض اليوم ما يمكن يفيدك إفادة بقدر يعني تعالج الأزمة الحقيقية. وأمامكم أرقام من وزارة المالية أن الدين العام ارتفع من 2008 إلى 2016 بنسبة 550%، وهذه الأرقام 7 مليار أو 8 مليار في 2016 المتوقعة الآن زادت الأرقام، لأنها كانت توقع في 2016، الآن بعد الأرقام زادت، وبالتالي ذهبوا للحصول على سقف 10 مليار. الفوائد فقط، فوائد الدين العام أمامكم من 2008 كان 54 مليون دينار، بينما صعدت في 2015-2016 إلى 296 في 2015 و390 دينار في 2016. فقط دفع الفائدة على الدين وليس القسط. وهذا أمامكم مقارنة الدين العام من صندوق النقد الدولي، مقارنة البحرين مع دول الخليج، يمكن قطر شوية مع البحرين مرتفع، بس بقية الدول الكويت وعمان السعودية والإمارات، البحرين هي الأعلى في الدين العام. المشكلة في الدين العام، يعني احنا تحدثنا سابقا وتقرير ديوان الرقابة المالية مشكور يعني أشار وركز على خطورة ترك الدين العام بلا قانون. اليوم لا يوجد في البحرين قانون للدين العام، يعني لا يوجد في قانون للدين العام، القوانين الموجودة المعمول بها الغير مباشرة لا يحدد أين يستخدم الدين العام عندما تقترض الدولة، وما هي الجهات التي يمكن أن تذهب لها
أموال الاقتراض. ولذلك يعني في 2013 الحكومة كان العجز في الحكومة في 2013 كان في حدود 410، بينما هي أصدرت إصدار للدين العام بلغ في حدود 1,164,000,000 دينار. يعني لو في قانون خب لا يجوز أن تطلب أو تقترض أعلى من العجز، على اعتبار أن الاقتراض هو لعجز لسد عجز الموازنة وليس إلى جهات أخرى تدفع لها الأموال. فبالتالي كان السؤال أين المتبقي من إصدارات عام 2013 585,000,000 دينار؟ لا توجد إجابة، لا توجد إجابة. الإجابة ليست للمعارضة أو ليست للمختصين أو ليست للصحافة، لا توجد إجابة أيضا لتقرير ديوان الرقابة المالية. سأل وزارة المالية ولم يأتي جواب ضمن تقارير ديوان الرقابة المالية، بل أن تقرير ديوان الرقابة في 2014 أشار إلى يعني ملاحظة جدا خطيرة، أن تحدث تقرير ديوان الرقابة المالية أن الآن أصبحت استخدامات القروض التي تنتج من سندات التنمية، على فكرة سندات التنمية هي الأداة الأكثر تأثير وهي التي تستخدمها الدولة، 90% من الاقتراض الذي يأتي من سندات التنمية يذهب لسد فوائد الدين وليس لعجز الموازنة. يعني تصور في عام 2010 كانت النسبة 61%، بينما في عام 2014 وصلت إلى 95%. يعني اليوم نقترض حتى نسدد دين العام، فوائد دين العام. هذا الخيار الثالث هو خيار التقشف. وزارة المالية جابت هاي الشريحة ووضعت أرقام بحيث أن هذه الأرقام تشكل في حدود 1,200,000,000 وعليها شوية، دعم الكهرباء 326,000,000، اللحوم 57، هاي 2015، متقاعدين 114,000,000، علاوة الإيجار 6، دعم علاوة الغلاء 115، دعم المؤسسات التعليمية في حدود 105. طبعا الآن في سياسة التقشف لا توجد معلومات أو شفافية في هذه المعلومات، ولذلك اليوم هناك قلق وسخط. لا ندري، يعني بدأت برفع اللحوم ثم البنزين ثم في مارس سيكون الكهرباء، وجي طبعا ضريبة على السجائر، ولا ندري التالي مو هو يبغى يسوي يطلع بيان على أساس عقب إضافة ضريبة بس السجائر بس السجائر لا لا السجائر بس. فالآن لا يوجد أحد، لا أحد يدري ما هي الخطوة التالية، رفع أي دعم ما ندري، لا توجد شفافية، لا توجد مصارحة في هذا الموضوع، وبالتالي الناس حاطين يدهم على قلبهم. يعني ممكن يوتعي يحس أن هناك، يعني الحين في كلام على الطحين ونفي، صار نفي إليها، ثم صار في حديث عن صار حديث عن المجاري ثم تم نفيه، صار حديث ضريبة على مياه الشرب وتم نفيه، لكن في الحقيقة لا يوجد، ما أريد أن أقوله، لا توجد سياسة واضحة ومصارحة للناس أن هذه الخطة ستكون في هذا المسار وسنسير في هذا الطريق. وبالتالي هذا الخيار خطر. يعني ميدز تحدثت عن خيار رفع الدعم أنه سيؤجج الشارع في البحرين وسيعطي، حتى الـ IMF لما سوى ريكومنديشنز على أساس رفع الدعم طرح نقطتين. النقطة الأساسية أن هناك يكون بالتدريج، وأن تكون هناك شراكة في الحديث مع الناس وإشراكهم في الأزمة الموجودة، طبعا معالجة الأزمة السياسية ومن جيلها. الناس عندهم غضب لأن هناك دعم للشركات في الغاز، وهذا الدعم موجود في تقرير ديوان الرقابة المالية. صحيح وإن كان هو الفرق بين السعر في السوق المحلي والسعر السوق الدولي، بس هو دعم يقدم إلى الشركات، فأنت تقدم دعم للشركات في حين تسحب دعم من المواطن الضعيف.
وهذه الأرقام أمامكم. إحنا في تقديرنا بالعجالة أن هناك خيار آمن لمعالجة الأزمة الاقتصادية. واحد الأرقام صايرة بالعكس، واحد تكون في شفافية وصراحة. يعني اللقاء الوحيد اللي طلعوا فيه 6 وزراء في ليلة واحدة بسرعة يخاطبون الناس، كل شخص يتحدث عن وزارته، بس لا توجد مصارحة عن برامج التقشف، لا توجد مصارحة للطريق القادم أو الخطوة القادمة، لا توجد شراكة في اتخاذ القرار ومنجي إليها. 2، احنا في اعتقادنا ضبط الإنفاق والأولوية للتعليم والصحة، وهذا دائما نتحدث عنه. يعني انت اليوم في 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 مرحلة خطرة وتحتاج إلى ضبط الإنفاق وتحتاج إلى الأولوية، أين تنفق بعد تقليل المصروفات؟ احنا في تقديرنا أأمن هو الصرف على التعليم والصحة، وقف دعم الغاز عن الشركات وتطبيق الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية. هذه أمامكم المصروفات الأمنية اللي نتحدث عنها، أنها بحاجة الآن إلى ضبط هذه المصروفات أن تتجه إلى الصحة والتعليم والبنية التحتية. أمامكم المبالغ، والأفضل من السلايد اللي بعده، لأن السلايد اللي بعده في تقرير ديوان الرقابة المالية في 2014 يعطي نمو المصروفات. فلما تلاحظون على الجهة الأخرى مثلاً الأمن والدفاع 9.10، يعني نمو المصروفات 10، بينما التعليم أقل من 1، الصحة 5، الكهرباء مو موجود في الموازنة طبعا، هذا يروح على المارشال، الطرق أقل، إسكان أقل، النشاطات الأخرى موجودة أمامكم وإجمالي المصروفات. فبينما إحنا نريد في هذا الظرف أن يتم معالجة خفض المصروفات وتوجيه المصروفات حسب الأولويات الوطنية. طبعا مو معناته أنك أنت ضد الصرف على الأمن، لا، أنت بحاجة للصرف على الأمن، ولكن هناك موازنة عندما تخير بين الأمن وبين المصروفات أو الأمن. الأمن الحقيقي هو في التعليم والصحة والبنية التحتية. الخيار الآمن لمعالجة الأزمة الاقتصادية أيضا رابعا هو حماية الطبقات الفقيرة. يعني ما يصير يعني تتجه إلى سحب أو يعني التأثير ووضع الضريبة على لقمة عيش المواطن، هذا خطر، خطر جدا. وخامسا طبعا وقف الهدر ومحاسبة الفاسدين. أنا صراحة كنت كاتب عدد من مساحات الهدر والأرقام المالية، لكن أنا في تقديري تقارير ديوان الرقابة المالية موجودة عندكم وأنتم يعني متابعين، وما تحتاج لوجع رأس، معروف. يعني ما أريد أن أقوله خامسا، إذا هناك إرادة جادة لمعالجة هذه المرحلة، هذه مي سنة ولا سنتين، لا هذه مرحلة الآن سنمر فيها، وهي مرحلة نزيف ومرحلة خطرة، لأن حتى لو رفع الدعم كله، يعني لو رفع الدعم كله على قولتهم باللغة العربية، ما يعني في حدود 350-400 مليون دينار فقط، بينما العجز عندك 1.5 مليار وما عندك مجال آخر يساعدك في رفع العجز في الموازنة. وبالتالي لابد من وجود إرادة جادة لمكافحة الفساد، وقف الهدر. يعني لا يكفي، يعني في الاجتماع الأسبوع قبل الماضي، اجتماع مجلس الوزراء، تحدثوا عن تقارير ديوان الرقابة المالية، وقالوا حطوا أرقام أن هناك 430 ملاحظة في تقرير ديوان الرقابة المالية 2013، بينما نزلت في 2000 في تقرير ديوان الرقابة المالية 2014 إلى 300 وشوي، يعني في هبوط، وأن في إنجاز. وبينما هناك حوالي تقريبا 12 قضية في النيابة العامة، إذا ما خانت الذاكرة 12 قضية في النيابة العامة في 2013، بينما هنا عندنا في حدود 5 لجان التحقيق أقل. وبالتالي بدون أن يعطيك يمكن قضية واحدة هي تأخذ النزيف كله. لا، بحاجة إلى، إذا كانت هناك جدية، بحاجة إلى وقفة جادة لمكافحة الفساد.
سادسا الإصلاح السياسي والشراكة. يعني الواحد ما يقولها لأنه معارض فيقول هذه فرصة أن لازم يكون في إصلاح سياسي، لا، هذا الكلام أنا أخذته من صندوق النقد IMF وعدد من الجرائد المتخصصة الاقتصادية. ما يمكنك أن تعالج الأزمة الاقتصادية دون أن تتم معالجة الأزمة السياسية، ما يمكن. وبالتالي هذه فرصة. يعني الآن في إذا كان الأخ محمد ذكر ماذا حدث في مجلس النواب، حقيقة مؤسف جدا. يعني اليوم مجلس النواب يفترض أن يكون عنده صلاحيات وأن يكون له رأي في قضايا مثل رفع الدعم. أنتم تعلمون شكلت لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس، لكن قرارات رفع الدعم صدرت خارج اللجنة التعاون، فبالتالي صدرت قرارات رفع الدعم بدون أن يكون هناك تأثير للمجلس النيابي. واحد. اثنين، أسعار البترول بدون أن يكون للمجلس أي قرار. الكهرباء كذلك، بل لم يكن هناك شراكة في اتخاذ قرارات لمعالجة الأزمة الحالية. وعندما أرادوا أن يذهبوا إلى آلية الرقابة ومحاسبة الوزراء اختلفوا وتهاوشوا. كيف يمكن يعني معالجة الأزمة الاقتصادية دون أن تكون هناك رقابة حقيقية على الصرف في المال؟ بالتالي هل يمكن لشخص يعني كمعارضة لديها مسؤولية مجتمعية ولديها طموح وخطط للمشاركة في نهضة الشعب أن تشارك في مجلس ليست فيه صلاحيات حقيقية، بل تم تجاوز المجلس بدون أن يعطى حتى فرصة للمساهمة ولو بشيء بسيط في صياغة القرارات؟ هذا شيء مؤسف. وبالتالي نعيد في هذه النقطة أن الإصلاح السياسي ضرورة لحلحلة الملف الاقتصادي. احنا اليوم هذه نعيش ذكرى الميثاق في 14 فبراير، ويعني ما أحرى بالبلد إذا أردنا فعلا أن نوقف النزيف بقضية غالب ومغلوب. بس الآن عندنا قضية أزمة سياسية، ثم صعدت الأزمة الاجتماعية وهي أزمة انقسام في المجتمع، ثم جاءت الآن الأزمة الاقتصادية الحادة. مجتمع صغير مثل البحرين يعني الآن في وسط الأزمات. لو تسأل أي شخص ما هو أين ستكون البحرين بعد 5 سنوات لا يستطيع أن يجيب. ليس المواطن العادي فقط، حتى المسؤول السياسي لابد من وجود حوار حقيقي من أجل الخروج من هذه الأزمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.